ماشي يهربوا كاع اللي قال عاود راه جاي يدير تما يقعدوا انا ما عندي ما نزيد نهضر. سجلت ولاية وهران صبيحة اليوم على الساعة 10:42 صباحا هزة أرضية قدرت شدتها ب 3.5 على سلم ريشتر، وحددت على بعد 10 كيلومتر شمال مدينة وهران. على إثرها قامت مصالحنا بتوجيه مختلف الوسائل المادية والبشرية من أجل القيام بعملية تعرف وكذلك عملية استطلاعية عبر كامل تراب ولاية وهران، أين سجلنا حادث تمثل في حادث لانهيار جزئي لسقف غرفة على هنا على مستوى حي بيلار برقم 4 شارع بالهواري هواري. هذه البناية هي قادمة النشأة ومتكونة من طابقين، كما سجلنا تشقق لحائط متواجد بالمطبخ على مستوى الطابق الأول، ولم نسجل على إثر هذا التدخل أي خسائر بشرية.